السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا الأستاذ بن شارف حسين، المسؤول عن مقياس علم اجتماع المنظمات لا سوسيولوجي دي زورغانيزاسيون للسنة الأولى جدع مشترك علوم اقتصادية السداسي الثاني جامعة وهران 2 محمد بن أحمد، المسؤول عن المجموعات من 3 إلى 10 للسداسي الثاني. بالنسبة لي هذا المقياس علم اجتماع المنظمات هو مقياس استكشافي يونيتي دو ديكوفيرت بالنسبة لي الجدع المشترك علوم اقتصادية من السنة الأولى. يهدف يعني يحتاج أو يتطلب، يعني هو رصيد واحد معامل واحد، يعني من بين المكتسبات يعني اكتساب مبادئ أولية حول علم اجتماع المنظمات وحول تنظيم وتسيير المؤسسة. يهدف عامة إلى تقديم للطالب يعني مادة علمية حول موضوع وماهية علم اجتماع المنظمات ومعنى المنظمة وعلاقة ذلك بالعلوم الاقتصادية وفائدة النظريات في تصميم وتنظيم العمل داخل المؤسسات، ويأخذ يعني نظريات البيروقراطية والقرار والاستراتيجية والاتجاهات النفس الاجتماعية والنظريات الاقتصادية وغيرها. يعني سوف نحاول أن نزود الطلبة بكم يعني معتبر من النظريات الكلاسيكية والمعاصرة. فأولا سوف نعرف بالمقرر وموضوعاته وتقديم لمحة حول معنى المنظمة بين علم اجتماع المنظمات وبين المانجمنت أو علوم التسيير، ونقدم بالتالي لمحة عامة عن ظروف نشأة علم اجتماع المنظمات ومجالاته وعلاقته بعلم الاقتصاد عامة، ويعني ثم ننتقل إلى النظريات الكلاسيكية في المنظمة. نبدأ بفريدريك وينسلو تايلور حول الإدارة العلمية، وأنري فايول، ثم أنري فورد، ثم ماكس فيبر، ثم يعني مدرسة العلاقات الإنسانية مع ألتون مايو وكيرت ليوين، ثم ننتقل إلى هيرزبرغ، فريدريك هيرزبرغ، روني سيسليكرت، دوغلاس ماكغريغور، ثم ننتقل إلى بحوث العمليات La recherche opérationnelle مع هربرت سايمون وسايرت ومارش، وثم ننتقل إلى السيستيمية لابخوش سيستيميك، ثم ننتقل إلى لا كونتينجونس مدرسة الطوارئ مع لورش وودوارد، ثم يعني وأيضا بيرنز ستولكر لورانس، ثم ننتقل إلى التحليل السوسيوتقني الاناليز سوسيو تكنيك، ثم مع التحليل الاستراتيجي عند كروزيي، ونحاول تقديم نموذج حول لو مونوبول اندستريال اي لاجونس كومبتابل، ثم ننتقل الى نظريه المؤسسه اليابانيه، وفيها سوف نشير الى نموذج جي دو اوكي و لو تويوتيزم، ثم ننتقل أيضا يعني إلى جولدنر والقواعد البيروقراطية المعاصرة كتكميل لأعمال ماكس فيبر، ثم يعني إن ساعفنا الحظ سوف نشير إلى الهوية المهنية مع كلود جيبار و سان سوليو، ونختم بإيميتي إيدزوني والإدارة بالأهداف. هذا المقياس، وبالتالي ف يعني بالنسبة لتقييم هذا المقياس فقلت أنه امتحان يعني يتطلب امتحان كتابي، وهو مقياس دون تطبيق، يعني وهو وحدة يعني مقياسية استكشافية ذو رصيد واحد ذو معامل واحد. ف يعني عموما علم الاجتماع المنظمات هو الدراسة العلمية
لمختلف أشكال التنظيم الاجتماعي من مؤسسات وتنظيمات واتحادات تعزيز وحدته وتماسكه ووفقا للقيم الأخلاقية والمعايير الاجتماعية والتي من شأنها أن تحدد أشكال التفاعل بين مكونات التنظيم وفي علاقاته بالمجتمع. يهتم بالتحليل الاجتماعي للأداء المؤسسي لأنماط القيادة لوسائل الاتصال، آليات اتخاذ القرار، مشكلات التنظيم، أداء العاملين، والتحليل الاجتماعي لأنماط السلوك التنظيمي. يعني أهم أود الإشارة إلى أهم مصادر الدراسات التنظيمية أو أهم يعني مصادر البحث في علم اجتماع المنظمات، وهي البيانات الموجودة في تقارير بحوث هاوثورن والتي ركزت على تحليل الأحداث الاجتماعية في موقف العمل وتحليلها من خلال قضاء ساعات طويلة في التنظيم وإقامة علاقات صداقة مع العاملين، بحيث يسهل على الباحثين فهم العمليات والتفاعلات التي تحدث داخل التنظيم والتي تشكل جماعات غير رسمية. الاتجاه البنائي القائم على النظريات والمفاهيم العامة في التنظيم، ومنها صياغات فيبر وميتشلز، ويسعى هذا الاتجاه على اختبار محتوى تلك النظريات في ضوء دراسات تنظيمات في ضوء دراسة تنظيمات واقعية. ويتسم ذلك المصدر أو يعني الاتجاه البنائي بعدم اهتمامه بالعلاقات في موقف العمل. مسوح التنظيم التي تسعى إلى إجراء بحوث تهدف إلى قياس الروح المعنوية للعاملين في التنظيمات، وتحليل ظاهرة القيادة وربطها بالإنتاجية. تعتمد البحوث على الاستبيانات أو الاستمارات لجمع البيانات والتعرف على اتجاهات أعضاء التنظيم وربطها بمتغيرات أخرى كالخصائص الديموغرافية والغياب والإضراب والتوظيف، وأيضا ديناميات الجماعة لديناميك دو جروب. ويعتمد المفهوم الأساسي فيها على المناقشة الجماعية لاحتياجات الجماعة ويعني انشغالات الجماعة المهنية بهدف التعرف على علاقة الجماعة بسلوك أعضائها واتجاهاتهم المهنية. دراسة ظاهرة القيادة والسلطة في الجماعة، التعرف على مناخ الجماعة وقيمها ومعاييرها وأهدافها ومدى توافقها مع أهداف التنظيم. أعمال علماء نظرية اتخاذ القرار والتي يشكل فيها الفرد الوحدة الأساسية في الدراسة من حيث كيفية اتخاذه لقراراته وأهدافه، وما العمليات التي تحكم صنع القرار في التنظيم للتغلب على القيود التي تفرض عليه، بالإضافة إلى محاولة التعرف على العوامل التي تحكم سلوك الفرد حينما يتخذ قراراته. ويمثل هذا الاتجاه القدر على تحقيق التكامل بين الاتجاهات الفكرية التي تركز على العوامل الاجتماعية والنفسية في التنظيم، وبين اتجاه الإدارة العلمية الذي يهتم بترشيد السلوك لتحقيق أعلى درجة في الإنتاج. فعلم الاجتماع المنظمات أو ما يسمى بعلم الاجتماع الصناعي سوسيولوجي اندستريال أو بيان ديز أورغانيزاسيون، يعني بدراسة البناء الاجتماعي للتنظيمات الصناعية من جهة، وبالعلاقات والتفاعلات الحادثة بين هذه التنظيمات والبناء الاجتماعي الكلي من جهة أخرى. ويهتم علم اجتماع المنظمات أو الصناعي بكيفية ارتباط نسق اجتماعي فرعي بالأنساق الفرعية الأخرى، أي النظم الاجتماعية
أي يعني النظم الاجتماعية الأخرى، ويهتم كذلك يبنى بها النسق الاجتماعي الفرعي، كما يهتم يعني بالكيفية التي يصبح بها الأشخاص مناسبين للأدوار المهنية التي يقومون بها في التنظيم الهيرارشي. ويشتمل النسق الاجتماعي المهني في هذه الحالة على الأنساق الفرعية يعني للتنظيم، وبالتالي هو العلم الذي يدرس العلاقات الاجتماعية في محيط الصناعة وتنظيماتها والطبيعة الاجتماعية للعمل والظواهر الاجتماعية المرتبطة بها كالتقاعد والبطالة، ويحلل البناء الحرفي والمهني، ويبحث يعني في مواضيع التغير الاجتماعي في المؤسسة، ويعني يعني هناك شبه إجماع بين رواد يعني نظرية المنظمة أو علم اجتماع المنظمات، يعني من المؤسسين إلى يعني المختصين في بحوث العمليات، يعني على أن علم اجتماع المنظمات أو الصناعي يعني يشمل دراسة تطور الإنتاج من الشكل المبسط في المجتمع التقليدي إلى الشكل المركب في المجتمع الحديث، الذي يعد العلم والتقنية أهم مظهرين من مظاهره، ويتضمن يعني دراسة المصنع من حيث هو جماعة تشتمل في داخلها على مجموعات اجتماعية يعني مختلفة الانتماءات، كما يتضمن التنظيم كما يتضمن التنظيم النقابي للعمال في المصنع الواحد وفي الدولة الواحدة. فقط للإشارة أيضا، يعني ارتبطت نشأة علم اجتماع المنظمات أو الصناعي باتساع نطاق النمو التنظيمي في العصر يعني الحديث، أي الألفية الثالثة يعني منذ سنة 2000 الميلاد، يعني عفوا منذ سنة الـ يعني الـ الـ يعني سنة 2000 الميلاد، يعني يعني يمكن تسميته يعني بعصر المنظمات أو التنظيمات. يتطلب دراسة التغير التنظيمي والمشكلات يتطلب دراسة التغير التنظيمي والمشكلات التنظيمية الناجمة عن ذلك، ويعني وما يترتب يعني عنها من يعني من يعني أفعال يعني سوسيو مهنية. وفي هذا الصدد سوف نشير إلى عدد من النظريات التي اهتمت بدراسة المنظمات، التي لكل مدرسة أفكارها الخاصة بها ومفاهيمها الخاصة بها. شكرا.